الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الصلاة تحصل ولا يكتب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله التفسير الثالث للاسم من حيث كونه مذكرا او مؤنثا، وقسمنا الاسم الى مذكر والى مؤنث وعرفنا حقيقه التانيث ومجاز التانيث. ووقف بنا الحديث الى العلامه الثانيه من علامات الاسم المؤنث. العلامه الثانيه الالف. الالف تنقسم الى قسمين، الف تانيث مقصوره وألف التأنيث ممدودة. ألف التأنيث المقصورة يعني التي لا تليها همزة في سكنة حجة أو بشرى أو سعدة. فالشيخ يقول العلامة الثانية الألف وهي قسمان، مفردة وهي المقصورة، والمقصورة من سكنة حجة وبشرى. ما الفرق بين كلمة حجة وبشرى؟ بشرى علم لكن حجة صفة، فقد تكون علما وقد تكون صفة، وغير مفردة وهي التي قبلها ألف. فتقلب هي همزة مثل كلمة حمراء وعذراء، حمراء وعذراء. كلمة حمراء يعني صفة، أقول هذه وردة حمراء، وعذراء صفة أنثى، عذراء صفة أنثى. وممكن كلمة شيماء أو عياء أو صحراء كل هذا من ألف التأنيث الممدودة. إذا الألف علامة على تأنيث الكلمة، وهي كما قلت لكم قسمان، مقصورة وممدودة. المقصورة جعلها مفردة لأنها يعني حرف واحد فقط، الممدودة جعلها غير مفردة لأنها يعني مكونة من ألف وبعدها همزة. العلامة الثانية أن تكون على وزن فعلى، فعلى بضم الفاء وفتح العين، فعلى نحو كلمة قرب للداهية، يقول هذا رجل قرب للداهية. وقدم لموضع، موضع يعني موضع مكان اسمه قرم زي كلمة عرفات، موضع في مكة المكرمة. فكلمة قدم ده مكان يعني اسم الموضع يعني. يقول جليل الشاعر المعروف أعبدا حل في شعبا غريبا ألغما لا أب لك واضطرابا. معنى البيت يقول أعبدا حل في شعبا غريبا، شعبا ده اسم موضع، وهذا الرجل حل في هذا الموضع غريب. فقال له جرير ألؤما لا أب لك، وده دعاء عليه، واضطرابا يعني جمعت بين الأمرين، بين اللؤم وبين كونه غريب يعني. الشاهد في كلمة شعبة، هذه كلمة مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة، لأنها جاءت على وزن فعلى، فالكلمة إذا جاءت على وزن فعلى تكون مؤنثة. وكلمة فعلى بضم الفاء وسكون العين مثل كلمة بهمة ده اسم نبات، وحبلى من صفة الأنثى، أقول هذه امرأة حبلى. وبشرى ده مصدر، قال يا بشرى هذا غلام، فبشرى مصدر. وإحنا قلنا المصدر هو التصريف الثالث للفعل يدل على حدث ليس له زمن. الوزن الثالث فعل بفتحات يعني فتح الفاء والعين واللام، فعل بفتحات مثل برد، برد ده اسم نار. فهذه تدل على الكلمة أنها مؤنثة. يقولون يسقون من ورد، يسقون من ورد البريصة عليهم بردا، بردا على وزن فعل.
فعل. الوزن الرابع اسمه ايه؟ فتح الفاء وسكون العين. ايوه فتح الفاء. يقول بفتح الفاء سكون مثل مرضى جمعا ونجوى مصدرا وشبع صفة. نكتب على السكون عشان تنمي الضوء اوضح ان شاء الله. يقول الشيخ ألف التأنيث المقصورة لها أوزان. الوزن الأول وعلى مثل كلمة قرابة والوزن الثاني بعلى. مثل كلمة بهما لنكت الثالثة وعلى الثالثة فعلا بثلاث فتحات مثل كلمة برد. ليس هناك بعد ذلك فعلا مثل كلمة مرضى. ونجوى نجوى لمصدر. القرآن الكريم يقول إنما النجوى أي معنى التنادي بين الناس يعني. فنجوى المصر اللي هو التصريف الثالث التحية. وكلمة شبعة شبعة ده صفة. يقول هذه فتاة شبعة يعني شبعان يعني هذه صفة. إذا كلمة مرضى ده جمع ونهوى لمصر وشبع صفة وكل على وزن فعل. يعني إذا على وزن فعل قد يكون جمعا أو مصدرا أو صفة. كلمة وعالى مثل خبارة لقاء وعالى كلمة خبارة لقاء وسكارة جمعا. الوزن الآخر كان وعلى يستمر ثمها في الباطن ثمها. القبل الأخيرة لعل مثل سبطرة مشي فيها تبخر سبطرة سبطرة مشي فيها تبخر وطيلات. فعلى إذا كانت حجدة ده اسم لطائف حجدة. ومثل كلمة ضربة ده اسم بدعيتية ومثلة تبرائح. يقول وهذا الوزن إن لم يكن جمعا ولا مصدرا
فإن لم ينظم فألفه للتأنيث لقوله تعالى قسمة ضيزة أي زائرة ضيزة وإن نون فألفه للإلحاق مثل كلمة عزها أنا قلت إن الإلحاق يعني نزيد حرف لكي تلحق الكلمة بكلمة أخرى فإذا قلنا مثل كلمة جلببة جلببة على وزن فعلله صح ولا لا؟ في عندنا دحرجة دحرجة على وزن فعلله الحمد لله. هذا وزن رباعي. لكن جلبة كوزن ثلاثي. الحمد لله. فعندما زدنا باء أصبحت الكلمة تتصرف تصرف دحرجة. يعني الكلمة هذه هي دحرجة لو غلبنا الناس باسم الفاعل أقول مدحرج. شحنة. لكن جلببة لو قلنا جلبة بس أقول جالب كده ولا بل كيف تصرف هذه الكلمة تصرف الفعل الرباعي وبزدنا هذا الباء اسم الباء مزيدة ليه بالحرف مزيدة ايه؟ عشان تتصرف ايه؟ الفعل الرباعي أو الشيخ يقول يعني أنه هذا الوزن إلا لم يكن جمعا ولا مصدرا واحنا عرفنا الجمع يعني زي كلمة مرقى لجمع المصدر زي كلمة نجوى يقول هذا الوزن إن لم يكن جمعا ولا مصدرا فإن لم ينون فألفوه للتأنيث زي قسمة ضيزة يعني اللي هو الوزن الأخير اللي هو على وزن فعلا ضيزة يعني قسمة جائرة وهنا الألف يقول هي ألف أنيس يعني طيب وإن نون فألفوه للحاق فكلمة عزمة يقول لمن لا يلوم وإن نون عند بعض وإن نون عند آخرين ففيه وجهان فيه وجهان وجهان يعني إيه؟ إما تعتبر الألف ألف تأنيث أو تجعلها ألف الحاق الوزن الذي يليه فعل فعيلي لا كسرتين كسرتين ولا ايه؟ مشددة نحو في جبهة في الهذيان وحيثت مصر حرفة ودي كلها أوزان بس هي مجرد المعرفة فقط للشيء وعلها مضم الفاء والعين والتنشيط الدم زي الكفرة والوزن الذي يليه وعل لا كمنجزة باللغز وفعالة زي قفازة هذه أوزان كنا بس فقط الإيه؟ للمعرفة بس المنقولة منها أوزان فعلاء فعلاء تأتي اسما زي صحراء تفضل فإذا ما قالوا وفعلاء لفظ جمعا ونجوى مصدرا وشفع صفة جمعا يعني تأتي لهذه الأشياء الثلاثة فقط سبيل ايه؟ يعني وفعلا تسكن كماضى جمعا ونجوى مصدرا وشفع صفة جمعا طيب هذه بالخصوص تأتي هذه الأشياء بس هذه الأوزان بس فقط يعني ومنها عندما فلا
حجاز والنومنا فالفوا بالحق يعني قسمة مبيضة حجاز والنومنا فالفوا بالحق احنا قلنا كلمة تنزع تنزع إذا كانت يقول قسمة لنا هذا الوزن إذا لم يكن جمعا ولا مصدر فإلا ينون فألفوه للتأنيث فقسمة تنزع أي جائرة وإن نون فألفوه فإن لم ينون فألفوه للتأنيث إذا قسمة تنزع أي جائرة وإن نون فألفوه كان عندك كلمة عز مفرق له عز هلون يعني هذه الكلمة عندما تنون تبقى الألف الحاق معنى الكلمة الحاق يعني الكلمة كانت أصلا ثلاثية الأصل كانت كلمة ثلاثية الألف عندما زيدت زيدت بالحاق بكلمة ريزة اللي هي الرباعية يعني فهو يقول النون انتوا عارفين التنوين ده يأتي في آخر الكلمة معناها أصبح الكلمة تامة صح ولا لا؟ فمعنى التام يعني الألف لم تعد الحرف لم تعد أصلا يعني يقول النون الألف الحرف معنى الحرف يعني هي كلمة كانت ثلاثية وزدنا الألف لكي تلحق بالرباعية الممدودة أوزان منها فعلاء صحراء اسما ورباء مصدرا وطرفاء جمعا في المعنى وحمراء صفة لمؤنث على وزن أفعل يبقى كلمة فعلاء تأتي بألف تأنيث ممدودة إما أن تكون اسما أقول هذه صحراء أرض صحراء اسم الأرض يعني التي لا زرع فيها ولا ماء وكلمة رقباء ضربت رقبة ورقباء ده مصدر المصدر قلنا هو التصريف الثالث للكلمة وطرفة ده جمع في المعنى يعني نقول هذا رجل طريف هذه الأرض طريفة فيقول إيه طرفاء ده جمع في المعنى كلمة حمراء صفة لمؤنث على وزن أفعل فإذا قلت هذا قلم أحمر فهذه وردة حمراء هذه صفة لمؤنث أقول هذه فتاة حمراء لصفة لمؤنث وكلمة هطلاء صفة لغيره يعني لغير المؤنث تبيمة تبيمة الحطناء يعني إذا صفة لغيره لغير المؤنث على وزن أفعل يعني دي مؤنث على وزن أفعل أفعل يقول مثلا هذا قلم أحمر مؤنث وأقول حمراء قلم أخضر أقول خضراء أصفر أقول صفراء لكن لغير هذا تأتي ديمة هطلع تطلع لوزن فعلاء فليس لها وزن اللي هو أفعل أما أفعلاء كأربعاء من يوم المعروف فهذه تسمى ألف تأنيث ممدودة فعلاء كقرفصاء الهيئة المخصوصة في الفعول يعني القرفصاء هيئة معروفة للفعول يعني أيضا دي على وزن فعلاء فاعلاء زي عاشوراء أيضا دي ألف تأنيث ممدودة فاعلاء مثل نافقاء ألف تأنيث ممدودة فعلياء بكسرتين بينهما سكون مثل كبرياء فكبرياء انتهت ألف تأنيث ممدودة فعلاء مثل كلمة جنفاء اسم موضع موضع اسم جنفاء فن علاء مثل كلمة فن فساء الحيوان المعروف وعيلاء مثل كريثاء تنوع من التوج مفعولاء زي مشيوخاء في جمع شيخ يعني شيخ هذه لها جموع كثيرة منها شيوخ ومنها أشياخ ومنها مشيوخاء على أي نعم عليها جمع كثيرة يعني شيخ تجمع على أكثر من جمع
ومما تقدم علم أن هناك أوزانا مشتركة بينهما، وهي بينهما يعني بين مقصور ومجهول. فكلمة فعلاء بفتح السكون مثل سكرة وصحراء، يعني صحراء ممكن تجعلها ألف تأنيث مقصورة، أقول صحراء تجعلها ألف تأنيث مقصورة. طيب فعلاء، فعلاء ثأربا وحنفاء. إذا كلمة فعلاء بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللام تأتي للمقصورة وللممدودة، المقصورة مثل كلمة سقرة والممدودة مثل كلمة صحراء. طيب فعلى بضم الفاء وفتح العين تأتي للمقصورة مثل أوربا وتأتي للممدودة مثل حنفاء. فعلى بثلاث فتحات مثل جمز بسرعة العد وفي ألف تأنيث مقصورة، وجنفاء ده اسم موضع. أفعل مثل أجلها للدعوة العامة، وأربعاء اليوم المعروف. يقول هذه الأوزان الأربعة يعني تستعمل ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. تفضل يا سيدي. بالنسبة للكلمة دي هنا الكلمة بيسأل سؤال، بيقول بالنسبة لل أوزان الممدودة يعني. أوزان الممدودة فعلاء. طيب. إحنا قلنا كلمة صحراء ده اسم للأرض المعروفة والأرض المصدر. يعني الأرض مكان الأرض ربة ورباء ده مصدر. وأما طرفاء فجمعا في المعنى، يعني يقصد في الجمع في المعنى غير الجمع في الدرس، إنه مثلا ما تجمع ما لا يعقل يسمى جمع في المعنى، جمع ما لا يعقل يسمى جمع في المعنى. لتقصير أي نعم، يعني هو رجع المذكر أو المؤنث، هو جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم جمع التفسير. التقسيم الرابع الاسم من حيث كونه مقصورا او منقوصا او مجهولا او صحيحا. في الاخر يمسح السطوره. الا شف اقرا الى شف. ينقسم الاسم الى منقوص ومقصور ومخلود وصحيح. فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي اخره ياء لازمه مقصور ما قبلها كالداعي والمنادي، فخرج من الاسم الفعل كرضي وللمعرب المبني كالذي. انقسم يا ولاد الاسم الى مقصور ومنقوص وممدود وصحيح. الاسم المقصور هو اسم معرف اخره الالف لازمه. هذا الاسم المقصور في النحو يعرف بحركات مقدره على الالف منع من ظهور الحركات التعذر، وسمى معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالاول الاعراب فيه قدر جميعه، يعني كل الحركات العربيه الضم والفتح والكسر تقدر، وهو الذي قد قصر يعني اسم مقصور. والقصر في اللغه معناه الحبس، قال تعالى حور مقصورات اي محبوسات، الحركه محبوسه. لا تقل نجح او حضر مصطفى او رايت مصطفى او سلمت على مصطفى الحركات الثلاث لا تظهر، هي محفوظ عن الظهور. فهمتم؟ ده اسم مقصود. المنقوص هو اسم معرض اخره ياء قبل ان تسحب ياء لازمه. هذا المنقوص حركات الاعراب الضمه والفتحه والكسر
الضم والكسرة لا تظهران لي في قريب مع النساء. لا نقول حضر الداعي أو سلمت على الهادي، لكن الفتحة تظهر للفتحة. اسمع قول ربنا جل وعلا: يا قوم أجيبوا داعي، تظهر الفتحة. فسمع منقوصا لنقصان بعض الحركات العربية، لأن علاقة سكون الضمة والكسرة وظهرت الفتحة، لأجل هذا سمي منقوصا. أما الممدود فهو الجسم المعرب الذي آخره ألف تلي همزة، تلي همزة زي كلمة الصحراء. الألف دي يكون ثاني ألفا زائدة، يعني كلمة أصلها صحراء زدنا ألف عشان سموها ألف تأنيس ممدودة، يعني أشبعنا الفتح أتت بألف صحراء أو كلمة حمراء، فكلمة حمراء صفة لكن صحراء اسم في الأرض المعروفة، هذا اسم ممدود. إذا الاسم الممدود هو الاسم المعرب الذي آخره ألف، اللي آخره همزة بني ألف، يعني تقع بعد ألف هذه ألف زائدة. طبعا في علم الصرف تتحدث يعني عن موقع هذه الأسماء من الإعراب، متى ترفع متى توصل متى، لا يتحدث عن هذا، هو فقط يتحدث عن بنية الكلمة. في علم الصرف يتكلم عن بنية الكلمة، فهو يقول إن المنقوص هو الاسم المعرف الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها مثل الداعي والمنادي، فخرج بالاسم الفعل مثل كلمة رضية، رضية هذا فعل معتل بالياء فلا يسمى منقوصا، لا فعل معتل بالياء. وبالمعرب المبني مثل الذي، يعني قلنا في الإعراب اسم معرب آخره ياء كده ولا آخره إيه؟ ياء لازمة مكسور ما قبلها. هو يشرح هذا، يقول لما نقول اسم يبقى المرتقي او الهادي او الداعي اسم، فخرج الفعل من كلمه رضي. معرب يخرج المبني، فالذي اسم اخره ياء مكسور ما قبلها لكنه مبني، مبني ليس معرب، ده مبني على السكون. طيب يقول: وبالذي آخره ياء بالنقطتين، وبلازمة الأسماء الخمسة في حالة الجر. اسم معرب آخره ياء لازمة، كلمة لازمة يعني لا تفارقه الداعي أو القاضي، فدائما يعني مكتوب آخره ياء مكتوب ما قبله، هذا يخرج الأسماء الخمسة في حالة الجر. فمثلا يعني مثلا سلمت على ايه؟ على اخي كمان، يوم يفر المرء من اخيه، يوم يفر المرء من اخيه، شوف من اخيه وامه وابيه، هذه الياء لا تنزل، يعني كلمه اخي او ابي هذه الياء لا تنزل لانها في حاله النص هتنصب بالالف، في حاله الرفع ترفع بالواو، وابونا شيخ كبير، ان ابانا لفي ضلال مبين. اذا هذه الالف هذه الياء ليست لازمه لانها في حاله النصب تنقلب الالف، وفي حاله الرفع تنقلب الاواو، فهي ليست لازمه. صح ولا لا؟ طيب يقول: وبالمثنى في حاله الرفع، نتكلم عن المثنى المنقوص، وبمكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها نحو كلمة ضرب ورمي، لأنه ملحق بالصحيح، يعني كلمة ضرب، ضرب آخرها ياء، لكن من ساعة ما قبلها، هذا يلحق بالاسم الصحيح، لا يعد منقوصا ولا يعد مكسورا، فالياء إذا سكن ما قبلها تعد حرف صحيح. طبعا على الحركات أقول: هذا ضرب يوم، وصفته ضرب يمي، ونظرت إلى ضرب يمي. أما بالنسبة للمقصور هو اسم معرب آخره ألف لازمة لكلمة الهدى والمصطفى.
اسم معرب آخره ألف، اسم معرب آخره ألف، آخره ألف لازمة. الآن يخرج مخترزات الفعل، الاسم يخرج الفعل، والحرف مثل كلمة دعا، دعا فعل انتهى الألف، وإلى حرف انتهى الألف، هذه لا تكون معنى في الأسماء المقصورة. وكذلك كلمة في المعرف المبني، كلمة أنا ده ضمير مبني على السكون، يعني أنا أخي ألف. طيب، وكلمة هذا اسم إشارة، يعني ده اسم إشارة مبني، وأنا ضمير متكلم مبني بما آخره ألف المنقوص، فالمنقوص آخره ياء، اسم المعرب آخره ألف يبقى يخرج الاسم الذي آخره ياء اللي هو المنقوص. يعني إيه تاني في التعريف؟ عندنا الأسماء الخمسة في حرف النصب تنصب بالألف، أقول رأيت أباك، رأيت أباك، هذه الألف ليست بلازمة لأنها في حالة الضغط ترفع بالواو يبقى عن ضمة، وفي حالة الجر تجرد الياء يبقى عن كسر، صح ولا لا؟ أقول حضر أبوك وسلمت على أبيك، هذا بالنسبة للمقصود. الممدود قل هو، قلنا هو اسم معرب آخره همزة، ثاني ألف، ثالث من زائدة مثل صحراء وحمراء. الصحيح ما عدا ذلك، يعني كلمة رجل هذا يسمى اسم صحيح، وكلمة كتاب ده اسم صحيح، معنى صحيح يعني ليس مقصورا وليس مردودا. يعني الأسماء المعتلة اسمان، يعني مقصور أو ممدود، لا يوجد في الأسماء اسم انتهى بألف، اسم انتهى بواو، بعكس الفعل، الفعل المضارع هو المعتل، يعني ممكن يكون معتل بالألف مثل يخشى، أو معتل بالواو مثل يرجو أو يدعو، أو معتل بالياء مثل يمشي أو يجد. لكن الأسماء إما أن تكون معتلة بالألف وهو مسمى بالمقصور، أو الياء وهو مسمى بالإيه بالمنقوص. إذا ما عدا المقصور والممدود والمقصور يسمى صحيح. فضل إيه؟ عندما قال آخر ممدود بألف زائدة، لماذا لم يقل ألف وقيل بزائدة؟ أنها الألف هي زيدت، زيدت يعني الكلمة أصلها صحراء، صحراء يعني نقول صحراء، هذا الإشباع يعني الفتح ده عندما تمد الفتح تأتي بألف، فهي الكلمة أصلها فعلا، صحر على الفعلة، فهذه الألف مزيدة عشان نأتي بالإيه؟ شوف يعني هي صحرة، الصحرة لأنه صحراء، لما تقول صحراء يعني ألفان بسمع ألفان، قل لك تسمي همزة، قل لك تسمي همزة، هي دي ألف التأنيث في إيه الموجودة؟ كل نعم سيدي. وردت في كتاب جميع الدروس أن ما يصح أن يكون اسم مقصور، أن يكون اسم ممدود يصح أن يكون اسم مقصور، مثلا الدعاء يصح أن يكون الدعاء لا تكون فيه همزة ممدودة ولا عكس، هل يكون هذا جواز في شعر فقط أو في شعر ونثر؟ سؤال، هو بالنسبة لإجابة سؤالك هؤلاء الشاعر يعني يجوز له ما يجوز للناثر، يعني ممكن الشاعر يجعل الألف التأنيث ممدودة يجعلها مقصورة أو العكس، لا هذا يجوز له، وفي أمثلة كثيرة يعني التي لم تحضرنا الآن، لكن أحيانا لو أنت نظرت في الضرورات الشعرية، الضرورات الشعرية في باب مخصص يمكن في الكتب النحو موجود في هذا، يعني يجيب لك الأشياء التي يعني خالها فيها الشعراء يعني القواعد النحوية. لما يكون في نثر، في نثر؟ لا، ما احنا قلنا هو في الممدود لا تجعله مقصور، يعني لا تجعله الممدود عكس الايه؟ الشيخ هنا شفت الممدود او الممدود
المشتركة ما احنا قلناها يعني قلنا ايه المشترك يعني المشتركة في الوزن بس الوزن يعني في الدرس الذي قلناه قبل ذلك فعل فعل بفتح الفاء سكون العين وفتح الدال هذه المشتركة بين المحصورة وبين الممدودة فلما نقول صخرة يعني تأنيث مشطورة وعندما نقول صحراء صحراء فتأنيث اسم نفس الوزن يعني هذا الوزن مشترك بينهما لكن هي ألف التأنيث المقصورة ليس بعدها همزة طب والممدودة هي في الأصل مقصورة تقول صحراء في الأصل مقصورة يعني عندما تشبع الفتحة تأتي بألف هذه الألف زائدة إجابة على سؤال الأخير الكريم يعني تقول صحراء هاي المادة تولد عنه ألف تليها إيه؟ همزة فألف التأنيث ممدود يقول اللي في تعريفه اسم معرب آخره همزة تلي ألفا زائدة زائدة يعني يعني هي في الأصل لم تكن ممدودة بس زيدت مع الإشباع يعني يقول وكل من المقصور والممدود قياسي ووظيفة الصرفي وسماعي ووظيفة الضوء الذي يسرد ألفاظ العرب ووضع معانيها في إزائها إذن يقول ألفاظ المقصود والممدود ألفاظ المقصود والممدود قياسي معنى قياسي يعني يمكن أن تقيس عليه وده وظيفة النحو صرفي أو صرفي وأما السماعي ده مهمة اللغوي اللغوي يذهب إلى العرب ويسمع ويزود يسمع ويزود هذا هي فريق اللغوي مثل خير بن أحمد رحمه الله الذي ألف كتابة المعاجم سماع العين فهو يذهب وشاف الأعراب ويسمع ويزود السماع غير القياس فالسماع يسمع ويزود لكن القياس بعدما يقرأ ويطلع على القاعدة ممكن يقيس عليها يقول وذلك مصدر الفعل معتل اللام على وزن فعل بفتح فكسر فالجوى والهوى والعمى فإنه نظير الفرح والأشر والطرب وفعل بكسر ففتح في جمع فعلة نحو فرية وفرة ومرية ومرة فإنه نظير قرة في جمع قردة ده مهمة القياس لما يقول نظير يعني مثل فالصرفي ممكن يأتي بكلمات قياسية قياس يعني يقيس يعني مثلا كلمة فرية قاس على كلمة قردة فقرب بالكسر جمع قردة طيب لما نقول فرية وفرة زي قربة وقرة مرية ومرة زي قربة زي ايه قربة وقرة فده اسمه قياس قياس يعني الصرفي قاس على نفس الوزن يعني هذا التفسير لما قاله يعني العالم الصرفي يعني هذه الألفاظ التي قلناها ممكن يأتي بها قياسي يعني يقيس على الألفاظ اللفظ الذي سمعه من العرب هو يقيس عليه يعني إنما مهمة اللغوي السماع فقط بس مدون الكلمات المسموعة
طيب شوف اقرا كده. طيب اقرا اقرا انت عشان اقرا اقرا يا كل اسم. لا هو خليه يقرا هو نفسه. فالمقصور القياسي وكل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل اخره وذلك كمصدر فعل المعتل اللام الذي على وزن فاعل بفتح فكسر كالجرى والهوى والعمى فاعل فانه نظير الفرح والاشر والطرب وكفعل. لحظه امسح حساب ولا ولا امسح حساب ولا الشيخ رحمه الله قال منذ قليل كل من المقصود والمنظور قياسي وسماع صح ولا لا؟ قياسي قال هذه مهمة الصرفي وسماعي هذه مهمة اللغوي فبدأ يدلل على ما يقول يعني هذا الكلام الذي يقوله بدأ يأتي له بأمثلة فيقول مقصور مقصور المقصور القياسي كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح ملتزما فتح ما قبل آخره كمصدر الفعل المعتل اللام الذي على وزن فعل جاوية على وزن فاعل أقول جوا جوا على وزن إيه على مصدر فعل المعتل الذي على وزن فاعل يعني جوا على وزن فعل وكلمة عمية أقول عمى وكلمة هوية أقول هوى فإنه نظير الفرح أقول فرحة شوف فرحة فرحا وكلمة أشرة على وزن فعلة أقول إيه أشرا على وزن فعلا طالبة على وزن فعلة أقول طربا على وزن فعلا فشوف أو شوف كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره سامع يا شيخ؟ ما أنا هشرح لك بس لحظة هو بيقول لك المقصور القياسي بيتكلم عن المقصور الإيه؟ إيه هو المقصور يا ولدي؟ كل اسم معرب آخره إيه؟ ألف صح ولا لا؟ كل اسم معرب آخره إذا ما قلنا الفتى أو مصطفى أو الهدى فهو بدأ يدلل على إن المقصور المندوب مهمة الصرف يأتي بنظائره وده يسموه قياس مهمة اللغوي يأتي بأشياء سماعية أنا بس أشرح لك الجزئية وهجاوبك على السؤال إن شاء الله كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره فإذا قلنا شوف يقول كمصدر الفعل المعتل الذي على وزن فاعلة يبقى الفعل على وزن فاعلة جاء ويا على وزن فاعل صحيح؟ نعم هجيب المصدر جوا شوف اهو اسم معتل اللام خلاص؟ شو لو لا؟ له نظير في الصحيح ملتزم فتح ما قبل اخره يعني قبل الاخر تفتح شو لو لا؟ اقول هنا فرحة اقول فرحا اخر حاجه الحاء ما فتح ما قبلها شو لو لا؟ هنا بقى شوف جوا الألف مفتوح ما قبلها والفعل كان أصلا جاوية على وزن فاعلة وفرحة على وزن فاعلة يبقى هذا المقصود ده اسم مقصود قياسي ليه قياس لله لأنه له نظير في الصحيح فهمت ولا لا؟ له نظير في الإيه؟ في الصحيح يعني كلمة فرحة ده فعل صحيح لكن جوا ده فعل معتل كده ولا لا؟ جاوية فعل معتل لما هجيب المصدر أقول جوا فأصبح مقصور مقصور يعني اسم انتهى بألف وهذا مقصور قياسي ما معنى قياسي؟ يعني يمكن القياس عليه يمكن القياس ايه؟ عليه انه أتى له بمزيد من الصحيح
فهو يقول كل اسم معتل اللام، معتل اللام يعني جوا معتل اللام، الحرف الاول يسمى فاء الكلمه، الثاني يسمى عين الكلمه، الثالث يسمى لام الكلمه، كل اسم معتل له نظير من الصحيح. فهمتوا هذا؟ مبتدا فتح ما قبل الاخر، فعايز اشوف جوا زي اسم فرح، والفعل اصل اخر فرحة زي جوية. طيب كلمة عمى اصنعني زي كلمة برضه اشيرا، اقول ايه اشرا، طيبة طربا، هوى هوى، فصح هوية وعمية وحوية او جوية. بس تفضل عايز اسال اخوان، لو انا قلت صحيح يعني وزن ونفس او زن صحيح بمعنى يعني ولا انت ده كنت عن ده؟ مع كل ما قلناه هنا يقال هنا مش ده كل اسم معتل له نظير في الصحيح، ايه من له نظير من نظير من الصحيح سواء في الفعل او في المصدر. في الفعل مش الفعل يا ولدي، مش قلنا ايه مصدر الفعل المعتل ده الذي على وزن فاعله، يعني الفعل نفسه على وزن فاعله برضه نظيره في الصحيح فرحه، دي جاويه دي فرحه. طب هنا جوان ده المصدر، هنا فرح ده المصدر، هذا فيه نظيره، نظيره في الفعل وفي المصدر، في الفعل وفي المصدر. يلا يا ولد ها؟ وكا ايه؟ وكا فعل، فعل ها؟ وكان بيعد بكسر المتفتح وبشام الفعل ده، بكسر انت سكون وفعل بضم المتفتح. بشام الفعل بضم انت سكون. طيب شوف كده يا ولد، تاني حاجة تانية. فعل، فعل بكسر الفاء وفتح العين في جمع، فعل ده جمع. طيب مفردها فعلة نحو كلمة فرية، فرية فرية، أقول في الجمع فرن، فرن بس الفاء فتح العين قرن، صحيح ولا لا؟ طب ايه نظيره في الصحيح؟ زي قرب، قرب ده صحيح ولا معتل؟ صحيح. طيب لكن لما نشوف فرية، فرية اخرها ايه ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ داخل معانا في المنقوص مش كده ولا لا؟ فرية. فهو يقول وكان فعل مثل فرية وقرب. شوف فرا فرا فرا، شوف فرا انتهى بايه؟ بدل المقصود ده في المفردة فريا وفي جمع فرا، طب كربة وقرب ايه الفرق بين فرا وقرب؟ ايه الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ده يعني فرا ده اسم مقصود كده ولا لا؟ لكن يعني صحيح. قرب صحيح، ده صحيح ولا لا؟ هو ده القياس ده، يعني قاس المعتل على الصحيح. ها وكذلك، ها وكذلك رقم، وكذلك كل اسم مفعول معتل الذات زائد معنى الثلاثه كمعطى ومستدرك فان نظيره مكرم ومستخر. اذن واحده. طيب كل اسم مفعول معتل اللام زاد على الثلاثة معطى. أولا يا ولادي اسم المفعول يأتي من الثلاثة على وزن مفعول، يعني يقول ضرب فهو إيه؟ مضروب. طب إذا كان أكثر من الثلاثة يأتي على صوت المضارع ثم تخلى بها المضارع من مضمومة ويفتح ما قبل الآخر، فنقول استخرج أو يستخرج فهو مستخرج، صح ولا لا؟ لكن إذا كان اسم مفعول معتل اللام زاد على ثلاثة زي معطى ومستدعى فإن نظيره مكرم ومستخرج، مكرم ومستخرج، معطى. أشوف دي معطى دي معطى، ها استهبل إيه يا ولدي؟ أفعال المقصورة. لا يقول لك نظير مكرم اللي هو الصحيح، اللي هو الصحيح يعني، ومستخرج اللي هو الصحيح. فمعطى داخل معانا في اسم مقصود،
وده اسم مفعول، ده اسم مفعول من غير الثلاثة. أداء له نظير اللي هو الصحيح اللي هو لوات المكرم أو مكرم. هذا الخامس أفعل. وكذا أفعل صيغة تفضيل كالأقصى أو لغيره كالأعمى، ونظيره من الصحيح الأبعد والأعمش. وكذا أفعل صيغة تفضيل كالأقصى أو لغيره كالأعمى، ونظيرهما من الصحيح الأبعد والأعمش. يعني كلمة الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى عن البعيد. فالأقصى انتهت ألف اللي هي ألف الممدود ألف المقصورة، يعني ألف مقصورة، يعني انتهت ماذا في الصحيح الأبعد. وكلمة الأعمى فالموجودة في الصحيح الأعمى، مش كده ولا؟ بس العمش يعني يرى يعني نصف العمى. أي نعم. تم الأخذ. وكذا وكذا ما كان جمعا لفعل أنثى أفعل كالدنيا والدنى، ونظيره الأخرى والأخرى. أي وكذا ما كان جمعا لفعل أنثى أفعل. نعم. الدنيا والدنى. طيب تمام. ونظيره الأخرى والأخرى. طيب. لما قلت أدنى على وزن أفعل، لما هذا مذكر أدنى، لما نأتي المؤنث لو كان ذلك ما كان جمعا لفعل أنثى أفعل، فإذا قلت أدنى أقول دنيا على وزن فعل، دنيا على وزن فعل المذكر بتاعها أدنى والمؤنث دنيا، اللي هي دنيا في الجمع تقول إيه؟ دنا ده على وزن إيه ولكن ها؟ وكذا ما كان جمعا لفعل أنثى أفعل فالدنيا والدنا وابتدأ بألف مقصورة دنا، نظيره الأخرى والأخرى الأخرى والأخرى. كل الذي يقوله الشيخ يتكلم عن المقصود القياسي عند الصرف. معنى القياس الصرفي يعني له نظير من الصحيح. كل الأمثلة التي قلناها يعني لها نظير من الصحيح. عشان كده قاس عليك يعني. قاس عليك هو ده الهدف فقط. وكذا ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية بالتجرد من التاء على وزن فعل بفتحتين. اسم الجنس الجمع يفرق بينه وبين واحد من التاء. زي كلمة شجر وشجرة. ففي عندنا حصى وحصن. حصى وحصى. أو ده اسم جمع يفرق بينه وبين واحد من التاء. بس إيه الفرق بين شجر وشجرة؟ أرجلت الصحيح صح ولا لا؟ لكن لما يقول حصى حصى وحصى ده في معنى المقصود. يبقى هذا له نظير في الايه؟ في الصحيح. عشان كده قلت ده مقصود قياس. نعم. وكذا المفعل. وكذا المفعل مدلولا به على مصدر او زمان او مكان نحو مذهل ومسعى ونظيره مذهب ومسعى. شوف كده. اذا قلت يعني اسم مكان واسم زمان. إذا قلت المكان منهى، يبقى ليس المكان ده منهى، منهى انتهى بألف مقصورة. طيب لما نأتي بكلمة مذهب ده صحيح، ومسرح ده صحيح، فده اسم المكان أو ده من حسب طبعا ورطب الكلام يعني، فده اسم الزمان أو المكان نظيره من المعتاد منهى ومسعى. فالشيخ يقول ده اسم مقصور قياس، معنى قياس يعني له نظير في الصحيح، بس هذا المقصود له. والممدود القياسي كل اسم معتد لا له نظير من الصحيح الآخر ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخره، وذلك كمصدر ما أوله أوله همزة وصل. يعني عندنا كلمة اختبر المصري اختبار،
طيب لما قلت ابتغى اقول ابتغاء، شوف ابتغاء ده ممدود مصدر ممدود صح ولا ابتغى يبتغي ابتغاء ده مصدر ممدود. طيب لما قلت اقتدر يقتدر اقتدار ده صحيح، هل يكون هو ده الممدود القياسي يعني له نظير من الصحيح؟ انا هات اللي بعدها. وكذا كل ما كان مفرد لأفعل ككساء وأكسية. ها؟ في نفس الكلام. نفس الفقرة. خمس ثلاث أسطر. وكذا كل ما كان مفرد. طيب ها؟ وكذا كل ما كان مفرد لأفعل ككساء وأكسية ورداء وأرضية. فإن نظيره في عندك سلاح وأسلحة. ده صحيح. طب ده نظير من الكساء وأكسية. شوف. أكسية أقول كساء، كساء زي سلاح وأسلحة، فالكساء وأكسية ورداء وأرضية. أشوف أرضية إذا تعرف عن اسم الجملة. طيب سلاح وأسلحة هذا نظير من الصحيح. وكذا كل صوت كل مصدر لإيه فعل دل على صوت. ها يعني عندنا كلمة غساء ده صوت للشاة نظيره صراخ. نظير الصراخ. إذا الشيخ يتحدث عن الممدود القياسي، يعني كل اسم معتل له نظير من الصحيح، كما تحدث سابقا عن المقصور القياسي، يعني كل اسم تعتبره ألف له نظير من الصحيح، ده اسم قياسي. لكن السماع مقصور على السماع، يعني كلمات مسموعة يدونها يدونها لغوي، لكن بعكس عالم الصرف. ومن السماع بدأ يتكلم عن السماع. ها؟ والسماع منهما والسماع منهما ما فقد ذلك النظير. أيوة شوف يبقى إيه الفرق بين السماع والقياسي؟ القياسي له نظير من الصحيح، لكن السماع ليس له نظير، فلا يبقى كلمات مسموعة. فكلمة الفتى واحد الفتيان، ها؟ في القرآن كيف في سورة يوسف إيه؟ قال الفتياتي مش كده ولا؟ قال الفتياني. طيب فيها قراءة فيها قراءة أي فيها قراءة هي. فكلمة الفتى ليس لها نظير من الصحيح. كلمة الحجة يعني العقل ليس لها نظير. طيب كلمة السنة يعني ضرب، الثرى يعني تراب ليس لها نظير من الصحيح. من ممدود السماع الثراء يعني بفتح كثرة الماء، الحذاء وقل النعم. هذه الكلمات هاي ولا ها؟ قلنا ليس لها نظير من ايه؟ بيتصرف فيها على ايه؟ على السماع. نعود الى سؤال الاخ الكريم اللي كان بيسال من شويه، يقول وقد اجمعوا على جواز قصر الممدود بالضروره. السؤال الاخ اللي كان بيسالني. نعم. يقول لابد من صنعاء وان قال السفر، اصلها لابد من صنعاء. فالشاعر جعل الممدود مقصورا وذلك الضروره الشعريه. الاخ اللي كان بيسالني من دخل. هذا اجاب السؤال الثاني. قد اجمعوا يعني اجمع الحال او علماء الصرف على جواز قصر المنطوق بالضروره، وانا قلت لك يعني ابحث عن كلامك في الضرورات الشعريه، صحت ولا لا؟ واختلفوا في مثل المقصور، يعني المقصور هل يمد يعني عندك بنت اسمها ليلى، هل تنفع تقول ليلى؟ اختلف بعضهم اجاز وبعضهم منع، منع البصريون واجاز الفصريون، وحجتهم قول الشاعر سيغنيني الذي اغناك عني فلا فقر يدوم ولا غنى، اصلا ولا غنى، فجعل المقصور ممدودا. وده اجابه سؤالك يعني جابك اجابه السؤال. اذا خلاصه ما قلناه انه الاسم الذي ينقسم الى مقصور والى ممدود والى منقوص والى صحيح. وقلنا ان المقصور في مقصور قياس يعني له نظير من الصحيح. وفي الممدود قياس يعني ده النظير من الصحيح. اما السماعي الذي هو النظير. ونقف عند باب التحصيل الخامس جزء من حيث تولي الشر من الانسان وذلك. ونسال الله ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وفضلا كثيرا من المسلمين.